توفي الفنان الكوميدي الفرنسي الرائع من أصول جزائرية وحيد بوزيدي عن عمر يناهز 45 سنة. توفي في المغرب بعد إصابته للمرة الثانية بجلطة دماغية. وفاته أثارت في الوسط الفني موجة من الحزن، حيث أنه أنيقا في التعامل، متواضع جدا، يبتسم في وجه الجميع. وحسب العديد من أقارب الفنان الذين أعلنوا وفاته في صباح اليوم على الإنترنت، فقد توفي الفنان الفكاهي الفرنسي الجزائري وحيد بوزيدي في مستشفى خاصة في مراكش بالمغرب نتيجة تعرضه لذبحة قلبية أدخلته في غيبوبة منذ يوم الأربعاء الماضي، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية. أثناء قضائه إجازة في مراكش ونقل على إثرها على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة الحمراء، حيث ركض لأيام في غيبوبة قبل أن توافيه المنية اليوم، تاركا وراءه ذكريات رائعة وفراغا كبيرا في محبيه. ويشار إلى أن الممثل الكوميدي وحيد بوزيدي كان قد أصيب بجلطة دماغية في عام 2021. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.